مرحبا بكم. مازلنا في قضية رأي عام، باش نرجع بكم توا لملف القضية كنا تناولناها الأسبوع الماضي، هي ظروف تنظيم مدرسة تونس الدولية. عنا رد هذايا يجينا من عند المديرة السابقة للمدرسة سيدة سمية الطبوبي، اللي قالت أنه الأولياء والشهادات اللي نسمعوها اللي فيها غضب وفيها انتقادات لطريقة اختيار الصغيرات في مدرسة تونس الدولية، تقول طبيعي أنه كل الأولياء اللي أبنائهم يترفضوا يحسوا بحالة الغضب هذية، ولكن المدرسة تطبق القانون على الجميع. تقول زادة السيدة المديرة السابقة لمدرسة تونس الدولية، التسجيل ليس من صلاحيات المديرة في كل الحالات، لا المديرة السابقة ولا المديرة الحالية. تحدثت عن الاستثناءات اللي احنا ذكرناها في الحصة متاعنا، تقول هذه الاستثناءات هي قانونية، نجم تلقى ولد إعلامي ولا ولد سياسي، لأنه الاستثناءات هذه ينظمها ويقرها قانون مدرسة تونس الدولية، اللي يمنح وزارة التربية وتحديدا وزير التربية سلطة تقديرية لتسجيل بعض الملفات وبعض الأسماء. من الإجابات أيضا اللي وصلتنا من عند السيدة سمية الطبوبي، تقول اللي مدرسة تونس الدولية راهي ماهيش منشأة ذات طابع ربحي، هي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التربية، وإحنا أكيد قلنا المعلومات هذية. تقول تدرس الصغيرات من السنة الأولى حتى البكالوريا، وهذه أيضا من المعلومات اللي قدمناها. الدخول لها تقول عبر اختبار وليس مناظرة، أما عن عدد الإداريين فهم 10 فقط، وتقول راهو ما فماش إعفاء للإداريين من تكلفة وإلا معاليم التحاق أبنائهم بمدرسة تونس الدولية. توضيحات هذه الكل وصلتنا في إطار رد من عند السيدة سمية الطبوبي المديرة السابقة لمدرسة تونس الدولية، اللي قالت زادة في ردها أنه هي اللي طلبت إعفائها واستجابت وزارة التربية لهذا الطلب بعد مهمة تسلمتها في عام 2018 على رأس مدرسة تونس الدولية، وأدخلت إصلاحات على المدرسة. كما قالت لنا المدرسة هذية لا تتمتع بمنحة من الدولة التونسية وتعيش من رسوم التسجيل. هذا شنو قالت على مجمل المعلومات الصحفية اللي أوردناها في التحقيق الصحفي. كان عن رد على الأولياء أيضا اللي عدينا الشكاوي متاحهم. أنا باش نذكركم شنو قالوا الأولياء، ثم ننقل مباشرة رد السيدة المديرة السابقة لمدرسة تونس الدولية. قضية رائعة. أنا كنت في أمريكا، وكيف رجعنا أولادي قبلوهم معناها بالتست والكل، إنهم دوينسة أولاد مقيمين البرا، بدأوا قرايتهم البرا وجاو كملوا لهنا. عرفت حالة اللي ما نجمش يدخل بنته اللي هو أجنبي، حصل على الإقامة في تونس سويسري، اللي تي ريكروتي باغ اون سوسيتي تونيزيان، وكيف جاي يدخل في بنته في المدرسة الدولية رفضوها بشروط المدرسة الدولية إنهم يكونوا أولاد مقيمين البرا، وإلا أولاد سفراء، وإلا أولاد أجانب اللي ما يحسنوش اللغة العربية. وأحنا عانينا في حاجة، أنت كيبدأ صغيرك ما يعرفش عربية ويدخل معاه صغار جايين من لتاتيك أو جايين من مدارس تونسية خاصة بالكتاب بالوساطة وإلا بتأشيرة وزير، يبدأوا توانسة، أولاد توانسة مقيمين في تونس، ما تنطبقش عليهم شروط المدرسة الدولية، راهو صغيرك ما يلقاش روحه في العربية. معناه هو يبدأ في كلاس انترميديير في العربية ويقرأ معه واحد يحسن عربية، دونك ما عادش إن كلاس انترميديير إلى حد الآن. فما يعني ولد سياسيين ولد فما الحقيقة فما. أنا جابرش ليليانا أوكرانية، كيني نحن بين أوكرانيا وبين تونس، دونك صغار براتيكمون ما قراوش، قدم أوراق وهزيت حتى الوزارة وقالوا باش يعملوا تيست دو نيفو. عملوا لهم تيست دو نيفو، الإدارة مسكرة، لي بارون برا، ثلاث سوايع وهم صغار داخل يتبكيو. المديرة قالت ماني قلت لك لي سي لي، معناها قلت لها مشيت للوزارة والوزير وقبلت وقدمت الأوراق الكل، قلت لك لي سي لي. هما مواطنين أوكرانيين وبوهم تونسي، عايشين بين أوكرانيا وتونس. ولدي كبير قرا في كول انترناسيونال، أنا ولدي ما لقيتش فيه حتى صعوبة عام 2012 2013. أما بنيتي قالوا ما تديوش التيست دو نيفو عام 21، توا هما في مدرسة خاصة. أنا نعرف برشا توانسة ما عندهم حتى ربط بالبرة، لا أبوهم ترونجير ولا أمهم كانت برة، وهيك الأولادهم يقراوا غادي. قضية رائعة.
هذوما زوز أمهات كانوا تدخلوا معنا في ملف مدرسة تونس الدولية. خلينا الرد أيضا من عند المديرة السابقة السيدة سمية الطبوبي، تقول بالنسبة للأم الأوكرانية لم يتم قبول ابنتها لعدم توفر أي شرط من شروط القبول. بالنسبة للولية اللي كانت عايشة في الولايات المتحدة، تقول اللي قالته غير صحيح، وتم تسجيل ابنتها بمجرد ما جابت لنا الإقامة وبمجرد ما تحصلت على الإقامة. هذا حق الرد للسيدة سمية الطبوبي. وطبعا نحب ننوه اللي احنا الاكيد غايتنا مش الاشخاص، غايتنا هو في هذا البرنامج الحديث عن خدمات مؤسسات الدولة، نحبوها طبعا تقوم بواجبها تجاه المواطن، وكل ما يوصلنا شكوى من المواطن الا ونحرصوا انه ناخذوا الاجابة من عند مختلف الاطراف. مازلنا بعد شوية باش نمشيو الموضوع اخر، خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية. الليل وصار الليل وحزان.